تيسيرا تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا تلاوات كأن بها لداود مزاميرا وكم أهدت طلاوته قلوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. ما زلنا نرتع في رياض المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجة المقرئين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد ابن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. وكان قد وقف بنا الشرح في الحلقات الماضية عند باب المد، وكنا قد تحدثنا عن بعض أنواع المد، وذكرنا أن أنواع المد التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها ولا يسعه جهلها هي تسعة: المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، والمد المتصل، والمد المنفصل، ومد الصلة، والمد اللازم، والمد العارض للسكون، ومد اللين. وذكرنا أيضا أن هذه المدود التسعة تنقسم إلى قسمين: القسيم الأول منها لا سبب له، يعني لا يوجد قبل حرف المد همزة ولا بعده همزة، أو أن هذه الأقسام أو هذا القسيم كل المدود التي فيه تمد بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي. وقد عرفنا ما هو المد الطبيعي، وعرفنا ما هو مد البدل، وعرفنا ما هو مد العوض، وشرحنا هذه المدود الثلاثة التي تمد بمقدار حركتين، شرحناها شرحا وافيا كافيا بفضل الله جل وعلا. ووقف بنا الشرح في الحلقة الماضية عند القسيم الثاني من أقسام المد، وهي المدود التي لها سبب، وهذا السبب يكون سببا لفظيا، إما أن يقع بعد حرف المد همزة، وإما أن يقع بعد حرف المد سكون. وحروف المد مرت معنا، حروف المد واللين هي الألف، والألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو الساكنة المضموم ما قبلها الواو المدية، والياء الساكنة المكسور ما قبلها الياء المدية. وعندنا حرفا اللين وهما الياء والواو السواكن المفتوح ما قبلهما. إذن عندنا مدود سببها همز، وعندنا مدود سببها سكون. المدود التي سببها الهمز هي ثلاثة: المد المتصل، والمد المنفصل، ومد الصلة. والمدود التي سببها السكون هي أيضا ثلاثة، وهي المد اللازم، والمد العارض للسكون، ومد اللين. اليوم إن شاء الله نتحدث عن المدود التي سببها الهمز. أول هذه المدود، وهو طبعا المد الرابع من أنواع المدود التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، ألا وهو المد المتصل. ما هو المد المتصل؟ المد المتصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، هو أن يأتي حرف المد وحروف المد هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها،
وبعد حرف المد هذا عندنا همزة في الكلمة نفسها، مثلا وقل جاء الحق جاء، هنا في هذه الكلمة عندنا ألف وبعد هذا الألف عندنا همزة، وحرف المد وهو الألف هنا والهمزة في الكلمة نفسها. هذا المد يسمى مدا متصلا. طبعا نقول مدا متصلا لأن حرف المد والهمزة في الكلمة نفسها. ومما يدل على هذا المد ما رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يقرأ قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فهذا الرجل حينما كان يقرأ لم يمد الألف من كلمة للفقراء، وإنما قرأها هكذا من غير مد، ولم تكن القواعد يومئذ قد قعدت، لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما سمع هذا الرجل يقرأها من غير مد نبه الرجل وقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظوا أنه قال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الرغم من أن إذا قرأنا كلمة للفقراء من غير مد المعنى ليس فيه فساد، وفي ذلك الوقت قواعد التجويد لم تكن قد قعدت فيما بعد، لكن ابن مسعود أحس أن الآية فيها خطأ على الرغم من أن معنى الآية ليس فيه فساد، فسأله الرجل قال له وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن، فقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومد صوته بها. هذا شيء يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمط وكان يمد حرف المد زيادة عن المد الطبيعي إذا كان بعد حرف المد همزة، والذي يدل على هذا الحديث الذي ذكرته لكم. ولم تكن هذه الجزئية مهمة، القواعد في ذلك الوقت حينما سمع ابن مسعود الرجل يقرأها من غير مد لم تكن القواعد قد قعدت. علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا حينما قننوا وقعدوا القواعد نظروا في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا المد، حينما يكون حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، فوجدوا أن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المد أنه يزاد على مقدار المد الطبيعي، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ابن مسعود وكيف أقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود أن هذا المد يمد زيادة عن المد الطبيعي. نحن في رواية الإمام قالون رحمه الله تعالى ما مقدار هذا المد؟ الذي رواه صاحبنا قالون رحمه الله عن شيخه نافع بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المد المتصل أن هذا المد يمد بمقدار أربع حركات، وحينما نقول أربع حركات يعني ضعف المد الطبيعي، نحن عندنا القصر وهو مقدار المد الطبيعي وهو المد بمقدار حركتين، وعندنا فويق القصر وهو المد بمقدار ثلاث حركات، وعندنا التوسط وهو المد بمقدار أربع حركات يعني ضعف المد الطبيعي، وعندنا فويق التوسط وهو المد بمقدار خمس حركات،
وعندنا الطول أو الإشباع وهو المد بمقدار 6 حركات، يعني ضعفي المد الطبيعي. المد الطبيعي مثلا قال، قال الله، قا، هذا مد طبيعي صاحب السليقة السليمة لا يزيده عن مقداره ولا يطوله عن حده. زي هذا المد مرة ثانية، يعني حينما يمر معنا مد متصل وجاء مثلا، فهذا المد نمده ضعف المد الطبيعي. المد الطبيعي قا هذم حركتان، قا قا هذم 4 حركات، يعني هذه الفترة الزمنية التي استغرقتها في نطق قا قا مثلها تماما، هذا المقدار هو المقدار الذي نمد به المد المتصل. إذن في رواية الإمام قالون رحمه الله تعالى نمد المد المتصل بمقدار 4 حركات. سأذكر لكم إن شاء الله أمثلة على المد المتصل، لكن بعد أن نخرج لهذا الفاصل القصير، فحياكم الله.
السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. وقف بنا الشرح قبل الفاصل عند أمثلة المد المتصل، والمد المتصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، وهذا المد يمد في رواية الإمام قالون رحمه الله تعالى فيما رواه عن شيخه نافع بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يمد بمقدار 4 حركات، و4 حركات هي ضعف المد الطبيعي، ولا نبالغ في المد. قال هذا مد بمقدار 2 حركات، هذا مد طبيعي ضعفه وجاء ربك وجاء يشاء، ولا نمد أكثر من هذا. من أمثلة المد المتصل يشاء، لاحظوا ألف والهمزة في الكلمة نفسها، السماء ألف وهمزة في الكلمة نفسها. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ألف وهمزة في كلمة لقائنا في الكلمة نفسها، هذه كلها أمثلة على الألف. السوء هنا همزة، وهذه الهمزة جاءت بعد واو مدية، طبعا هذا مثال واوي، وحرف المد هنا وهو الواو والهمزة في الكلمة نفسها. إني أريد أن تبوء بإثمي، تبوء همزة وواو في الكلمة نفسها، هذا المد مد متصل. وجيء يومئذ، عندنا ياء مدية وبعدها همزة في الكلمة نفسها، هذه المدود كلها مدود متصلة. إذن الآن عندنا مد متصل، وهذا المد المتصل يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها. طيب لو كان عندنا حرف مد وبعده همزة، لكن الهمزة ليست مع حرف المد في الكلمة نفسها، بمعنى أن يكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة الثانية، حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية، مثلا ألا إنهم، ألا في آخرها حرف مد وهو الألف هنا، إنهم في أولها همزة قطع، يعني عندنا حرف مد وبعده همزة لكنهما ليس في الكلمة نفسها، وإنما حرف المد في آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة الثانية. هذا المد لا يسمى مدا متصلا، وإنما يسميه العلماء بالمد المنفصل، يسمى بالمد المنفصل، وهو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى وبعده والهمزة القطع في أول الكلمة الثانية، أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة الثانية. مثلا بما أنزل، بما أنزل، بما في آخرها حرف مد، أنزل في أولها همزة قطع. ألا إنهم، قوا أنفسكم، هنا واو وهي في آخر الكلمة الأولى واو مدية، وأنفسكم في أولها همزة قطع. قالوا إن، واو في آخر الكلمة الأولى وهمزة في أول الكلمة الثانية. في آذانهم، ياء مدية في آخر الكلمة الأولى وهمزة في أول الكلمة الثانية وهي كلمة آذانهم. لاحظوا التشابه بين المد المتصل والمد المنفصل. الفرق الذي بينهما هو أن المد المتصل حرف المد فيه وهمزة القطع في الكلمة نفسها، لكن في المد المنفصل حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية، واسمه فيه، يعني اسمه فيه منفصل، يعني انفصل حرف المد عن الهمزة
كل منهما في كلمة، حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية. والمد المتصل، الهمزة وحرف المد في الكلمة نفسها متصلان، لذلك سمي ذاك متصلا وسمي هذا منفصلا. طيب، بما أن هناك تشابه كبير بين المد المتصل والمد المنفصل، هل يمد المد المنفصل بذات مقدار المد المتصل؟ نحن قلنا أن المد المتصل يمد في رواية الإمام قالون بمقدار 4 حركات. هل نمد المد المنفصل مثله، يعني نمده بمقدار 4 حركات على اعتبار أنه أيضا حرف مد وبعده همزة، والفارق الوحيد أن حرف المد والهمزة انفصلا، فالحرف المد في أول في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية. ما رواه شيخنا قالون عن شيخه الإمام نافع رحمهما الله بسندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم، أن المد المنفصل إما أن يمد بمقدار 2 حركات يعني تماما كالمد الطبيعي، وإما أن يمد بمقدار 4 حركات يعني كالمد المتصل. عندنا وجهان في رواية الإمام قالون بالنسبة للمد المنفصل، إما أن يمد بمقدار 4 حركات وإما أن يمد بمقدار 2 حركات. مثلا بما أنزل ألا إنهم، يمكن أن نقرأها هكذا، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أو أن نقرأها ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. مثلا قوا أنفسكم، أو قوا أنفسكم، قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم، في آذانهم، في آذانهم. يصح أن نمد المد المنفصل بمقدار 2 حركات، ويصح أيضا أن نمده بمقدار 4 حركات. الأمر جدا بسيط وسهل، حيثما وجدتم حرف مد ألف أو واو مدية أو ياء مدية وبعدها همزة، فننظر إذا كانت هذه الهمزة مع حرف المد في الكلمة نفسها فهذا مد متصل، كم مقداره؟ 4 حركات. إذا كان حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية، يعني أن الهمزة في كلمة وحرف المد في كلمة، فهذا مد منفصل. وهذا في رواية الإمام قالون رحمه الله إما أن يمد بمقدار 2 حركات وإما أن يمد بمقدار 6 حركات. هذا الكلام يعني يمكن بالنسبة للقارئ العادي الذي يقرأ في بيته ويتعبد الله بقراءته، فله يعني أن يمد المد المنفصل والمد المتصل بمقدار 4 حركات، يعني حيثما وجد حرف مد وبعده همزة يمد بمقدار 4 حركات، كل حرف مد بعد همزة له أن يمده بمقدار 4 حركات. يعني قصة الحركتين في المد المنفصل يمكن يعني أن لا يهتم بها كثيرا، لكن إذا كان الشخص حافظا للقرآن أو معلما للقرآن أو طالبا يتعلم القرآن فينبغي أن يعرف وأن يميز بين المد المتصل وبين المد المنفصل. المتصل 4 حركات، المنفصل 2 حركات أو 4 حركات. أذكر شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد الشامس رحمه الله،
كنا حينما نقرأ عليه كنا نمد المنفصل بمقدار 4 حركات. هو يقول لنا هكذا، يعني كل حرف مد بعد همزة مدوه بمقدار 4 حركات، يعني من باب التسهيل علينا، لأن كنا صغارا والواحد ربما لا يستطيع أن يميز بين المد المتصل والمد المنفصل. في مسألة المنفصل، الحرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية، فكان يقول لنا أي حرف مد بعده همزة مدوه بمقدار 4 حركات، يعني حتى يعني نخلص من هذه القصة. واعتدت على هذا في الحقيقة، يعني أنا درت قلمين عند الشيخ رحمه الله، اعتدت على مد المد المنفصل بمقدار 4 حركات. وسبحان الله اعتدت على هذا، وكنت أصلي التراويح وأمد المتصل بمقدار المنفصل بمقدار 4 حركات، وكنت أجد عتب من الناس، يعني يقولوا لي سهل على الناس مد المنفصل بمقدار 2 حركات، ليش مد فيه بمقدار 4 حركات؟ والمسألة مسألة أني اعتدت على الشيء هذا وتعصبت للشيخ رحمه الله. على أي حال، يعني هذا هو استطراد، والذي دفعني لهذا الاستطراد يعني أقول للعامة من أراد أن يتعبد الله بقراءته ويقارئ عادي يقرأ لنفسه أي مد بعد همزة مده بمقدار 4 حركات. طبعا هذا البرنامج ليس للمتخصصين فقط، لذلك أنا أحاول أن أنوع في الطرح، أحيانا أتكلم كلاما عميقا وكلاما تخصصيا يهتم به المتخصصون، وفي ذات الوقت يعني كل معلومة حتى إذا كانت دقيقة أحاول أن أبسطها، وأحاول المعلومة الدقيقة التي عامة الناس ليسوا بحاجة إليها نقول لهم ما تهتموش بها، هذه راهي للمتخصصين فقط. نحن نريد أن نستهدف القارئ العادي الذي يقرأ في بيته ويريد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، وكذلك الشخص المتخصص الذي يريد أن يتعرف على دقائق هذا العلم وهو علم التجويد. والأمر هذا أيضا حتى في الاتصالات التي تأتي والتلاوات التي أسمعها، دائما تقييمي يكون بناء على قراءة المتصل. إذا كان هذا المتصل متقنا وأشعر أن عنده دراية وبعلم التجويد تكون ملاحظاتي دقيقة على قراءته، وإذا كان قارئ عادي أو مبتدئ فعادة تكون ملاحظاتي في الأشياء العامة، في أحكام النون الساكنة والتنوين، في أحكام المد، في أحكام الميم الساكنة، ولا يعني أتعمق وأبدي ملاحظات دقيقة. فهذا هو يعني طريقتي في هذا البرنامج، والكلام كله الآن أتى استطرادا في جرة الحديث عن المد المنفصل. المفروض نتكلم عن مد الصلة لأنه هو المد السادس من أنواع المدود التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، وهو أحد المدود التي سببها همز، والكلام يطول في المد في مد الصلة، لعلي إن شاء الله أرجئه للحلقة القادمة. الآن عندنا فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى أسعد وأسر بتلقي اتصالاتكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد، فأهلا وسهلا بكم. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أسهل طريقة لحفظ كتاب الله حفظ القرآن، يمر بثلاث مراحل: 1 ما قبل الحفظ، 2 أثناء الحفظ، 3 ما بعد الحفظ. أولاً ما قبل الحفظ، النية والدعاء بتسهيل الحفظ.
اختيار ملقن أو شيخ مناسب ليكون عوناً ومشجعاً على الحفظ. وضع خطة كاملة للحفظ ويفضل كتابتها وتعليقها على حائط الغرفة. اختيار المكان المناسب يتميز بالهدوء وعدم وجود ما يشغل عن الحفظ مثل وجود أشخاص أو تلفاز وغيرهما. التخلق بخلق القرآن والابتعاد عن الذنوب والمعاصي من الأسباب المساعدة على حفظ كتاب الله. ثانياً، أثناء الحفظ اختيار طبعة مصحف واحدة للحفظ منها. القراءة بتدبر وفهم لمعاني الآيات، القراءة مع التفسير، التكرار أثناء الحفظ لكل آية لا يقل عن 20 مرة، الربط بين الآيات أثناء الحفظ مع التكرار، الاستماع قبل القراءة والحفظ. ثالثاً، بعد الحفظ الربط بين الأثمان بالتكرار أكثر من مرة، المداومة على تسميع ما تم حفظه في كل وقت أثناء الخروج من المنزل أو الاشتغال بأي عمل، الاستعانة بكتابة ما تم حفظه فهي تساعد على التثبيت، قراءة ما تم حفظه في الصلاة خاصة النوافل وقيام الليل، اختيار يوم يكون لمراجعة ما تم حفظه خلال الأسبوع وليكن يوم الجمعة مثلا. وفي الختام، فلتعلم أخي أن الحفظ الجيد يحتاج لوقت كي يثبت في قلبك، فلا تيأس وثابر وكرر واستعن بالله، واعلم أن في كل تكرار خيرا. فالحرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة، وكما هي العادة في كل حلقة نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كنا قبل الفاصل نتحدث عن المد المتصل وعن المد المنفصل، وذكرنا أن هذين المدين هما من المدود التي سببها همز. إذا جاءنا حرف المد وحروف المد، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها ولا تكون الألف إلا كذلك، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، وبعد حرف المد همزة في الكلمة نفسها، هذا المد نمده بمقدار 4 حركات، و نمده بمقدار 4 حركات. والمد المنفصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة، لكن حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية. وهذا المد يمد في رواية الإمام قالون رحمه الله بمقدار 2 حركات أو بمقدار 4 حركات. المد الثالث من المدود التي سببها همز هو مد الصلة. ومد الصلة يتعلق بهاء في لغتنا العربية تسمى بهاء الضمير أو تسمى بهاء الكناية. وهاء الكناية هي الهاء التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، هي هاء يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب. مثلا لما أقول إنه ذهب، إنه أتى، فأنا الآن أتحدث مع شخص آخر
أتحدث مع شخص آخر عن شخص غائب، وهذا الشخص مفرد ومذكر. أعيد، لما أقول إنه ذهب، فأنا الآن أتحدث عن مع شخص آخر عن شخص غائب، لذلك قالوا يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب. فهذا الشخص الغائب مفرد، إنه هو شخص مفرد وغائب ومذكر. هذه الهاء التي هي هاء الكناية أو هاء الضمير، إذا وقعت بين حرفين متحركين، يعني الحرف الذي قبلها متحرك والحرف الذي بعدها متحرك، فهذه الهاء تصلها العرب بواو اللفظية إذا كانت الهاء مضمومة، وتصلها بياء اللفظية إذا كانت الهاء مكسورة، لأن هذه الهاء حركتها دائرة بين الكسر والضم، هذه الهاء لا تكون مفتوحة أبدا. مثلا إنه على رجعه لقادر، إنه الهاء هنا في آخر كلمة إنه هاء كناية، وهاء الكناية هذه وقعت بين متحركين، قبلها نون مفتوحة وبعدها عين مفتوحة. على رجعه لقادر، أيضا على رجعه الهاء هنا مكسورة، وقبلها متحرك وبعدها متحرك، قبلها العين المكسورة وبعدها اللام المفتوحة، فهي وقعت بين متحركين. فهنا إذا وقعت هذه الهاء بين متحركين، وأقصد هاء الضمير، نصلها أو تصلها العرب بواو اللفظية إذا كانت مضمومة. إنه، لاحظوا، إنه على، إنه يعني طولنا زمن الضمة حتى تولد من هذه الضمة واو لفظية. إنه على رجعه لقادر، لرجعه الهاء فيها وقعت بين متحركين كما مر معنا، لذلك طولنا زمنها حتى تولد من زمن الكسرة، وأعني كسرة الهاء، حتى تولد منها ياء. إنه على رجعه لقادر. إذن الآن عندنا هاء ضمير وتسمى بهاء الكناية، هذه الهاء يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، هذه الهاء إذا حركتها دائرة بين الكسر والضم ولا تكون مفتوحة أبدا، والعرب إذا وقعت هذه الهاء بين حرفين متحركين، يعني لا يوجد قبلها ساكن ولا يوجد بعدها ساكن، فإذا وقعت بين متحركين فإن العرب تصلها بواو اللفظية إذا كانت مضمومة، وتصلها بياء اللفظية إذا كانت الهاء مكسورة. هذا بالنسبة لصلة الهاء. هذه الصلة ننظر فيها، إذا كان الحرف الذي بعدها هاء الكناية أو هاء الضمير، إذا كان الحرف الذي بعدها همزة، فهذه الصلة هنا تسمى بالصلة الكبرى. وإذا كان الحرف الذي بعدها الحرف الذي بعدها غير همزة، يعني أي حرف ثاني غير الهمزة، فهذه الصلة تسمى بالصلة الصغرى. المثال الذي ذكرته لكم منذ قليل، إنه على رجعه لقادر، إنه على، الآن بعد هاء الكناية ما عندناش همزة، على رجعه لقادر بعد هاء الكناية لا توجد عندنا همزة، وإنما حرف آخر غير الهمز، فهذه الصلة هنا تسمى بالصلة الصغرى، ونمد الواو اللفظية ونمد الياء اللفظية بمقدار حركتين ونلحقه بالمد الطبيعي، وهذه الصلة نسميها بالصلة الصغرى. هكذا، إنه على رجعه لقادر. طيب، بما أن الصلة هنا الصلة الصغرى تلحق بالمد الطبيعي، لماذا سمينا هذا المد بمد الصلة الصغرى ولا نسميه بالمد الطبيعي بما أنه يلحق بالمد الطبيعي؟ طبعا لا يمكن أن نسميه بالمد الطبيعي، لأن الواو اللفظية هنا أو الياء اللفظية هنا
المتولدة عن تطويل ضمة الهاء أو عن تطويل كسرة الهاء، هذه الواو وهذه الياء هي عارضة. إذا وقفنا على الكلمة التي في آخرها هاء كناية فإننا سنقف على هاء الكناية بالسكون. إنه على رجعه، وستختفي هذه الياء وستختفي هذه الواو. لكن في المد الطبيعي حرف المد موجود وصلا ووقفا، دائما حرف المد موجود، لكن هنا في الصلة إذا وقفنا على هاء الكناية فإن حرف المد يختفي سواء الواو أو الياء، ولذلك لا يمكن أن نسمي هذا المد بالمد الطبيعي، وإنما هذا المد يسمى بمد الصلة الصغرى. وعلماؤنا جزاهم الله عنا خيرا في ضبطهم للمصحف الشريف نجد على هاء الكناية علامة إذا كانت هاء الكناية فيها صلة، لأننا وضعنا شرطا للصلة في هاء الكناية، وهي أن تقع هاء الكناية بين متحركين، قبلها متحرك وبعدها متحرك. فإذا كانت هاء الكناية واقعة بين متحركين فإنهم وضعوا علامة في ضبط المصحف، وضعوا واوا صغيرة تحت الهاء المضمومة، ووضعوا ياء معقوصة أو نقولوا لها الياء المردودة التالي إحنا الصغيرة هذه، وضعوها فوق الهاء إذا كانت الهاء مكسورة. يعني إذا وجدتم واوا صغيرة تحت الهاء فاعلموا أن هذه الهاء فيها صلة، وإذا وجدتم ياء صغيرة فوق الهاء فاعلموا أن هذه الهاء فيها صلة. اللي المفروض نعرفه بعدين نشوفه الحرف الذي بعد هاء الكناية، إن كان حرفا غير همز أي حرف آخر غير حرف الهمز فهذه صلة صغرى نمدها بمقدار حركتين ونلحقها بالمد الطبيعي. وإذا كان الحرف الذي بعد هاء الكناية همز فهذا المد مد صلة كبرى، وهذه نمدها كالمد المنفصل سواء بسواء. إن كنا نمد المد المنفصل بمقدار حركتين نمد الصلة الكبرى بمقدار حركتين، وإن كنا نمد المد المنفصل بمقدار 4 حركات نمد الصلة الكبرى بمقدار 4 حركات. سأواصل إن شاء الله الحديث عن المد عن مد الصلة، لكن بعد هذا الاتصال. من معنا؟ الصوت غير واضح عندي، أعطوني المكالمة فقط لو سمحتم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي. نقرأ سورة التحريم. لا حرج، اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة التاء مفتوحة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به قالت فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا
كادا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وإن تظاهرا هنا ظاء نخرجها من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. حسبك بارك الله فيك أختي الكريمة، قراءتك جيدة. أريد منك أن تنتبهي لحرف الراء. أولا تهتمي بحرف الراء من حيث التفخيم والترقيق، لأن الراء من الحروف التي قد تفخمها العرب أحيانا وقد ترققها أحيانا. يمكن أن نقول أن الراء دائما مفخمة، إلا أن تكون الراء مكسورة أو تكون الراء ساكنة قبلها حرف مكسور أصالة، يعني كسر أصلي. وهذه الراء ألا يقع الساكن المكسور ما قبلها، ينبغي ألا يقع بعدها حرف من حروف الاستعلاء. هذه القاعدة العامة لأحكام الراءات، وفيها استثناءات يطول ذكرها، بس هذه القاعدة العامة. فأولا اهتمي بأحكام الراءات من حيث التفخيم والترقيق. والأمر الثاني وهو أمر مهم جدا وقد بدا جليا في قراءتك، وهي صفة التكرير في حرف الراء. الراء فيها صفة تسمى بصفة التكرير أو صفة التكرار، وينبغي علينا نحن حينما نقرأ القرآن الكريم أن نخفي صفة التكرير في الراء، لابد من إخفاء هذه الصفة. الآن حينما أقول مثلا بسم الله الرحمن، لاحظوا الراءات المتكررة، هذا شيء. والشيء الثاني اسمه، حينما أقول بسم الله الرحمن، ما الفرق؟ الفرق حينما قلت الرحمن طرف اللسان جافيته عن الحنك الأعلى، يعني لو شبهت يدي هذه بالحنك الأعلى ويدي هذه باللسان، طرف اللسان هكذا في الهواء لا يلامس الحنك الأعلى، الرحمن. الرحمن طرف اللسان يعني يلامس الحنك الأعلى، وتكون هذه المنطقة كلها منطقة اتكاء على الحنك الأعلى، فالهواء هنا خلف اللسان ينضغط وبالتالي ينشئ قوة ضاغطة تجبر طرف اللسان على النزول، فينزل طرف اللسان قليلا، يمر جزء من الهواء، تخف القوة الضاغطة خلف اللسان، فيعود اللسان إلى الاتكاء على الحنك الأعلى، تزيد القوة هنا فينخفض طرف اللسان، وهكذا يصير طرف اللسان يرتجف تحت تأثير القوة الضاغطة خلف اللسان وهي قوة الهواء. بسم الله الرحمن. طيب كيف نتفادى هذا الشيء؟ ينبغي أن نتفادى هذا الشيء بإبقاء فتحة صغيرة عند طرف اللسان، هكذا بسم الله الرحمن. هذه الفتحة الصغيرة هي صمام الأمان لنطق حرف الراء بالصورة الصحيحة وإخفاء صفة التكرير فيه. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.